انا كاين النتائج ديال السادس، جينا لقينا المدرسه ساده. الاباء ملي كنهضروا لهم اش كاين، الاباء اغلبيه الاباء اللي تيقول لك لا راه عيط كانوا هنا، كاين اللي كانوا هنا لان ما تواصلوش معاهم، ما عندهمش النوامر ديالهم. قالنا لا راه البارح جاو وخذاو، ما عندوش النوامر ديال بعض الاباء. ما عندوش النوامر ديال الاساس ديال الكلمة، كاين اللي ما عندوش. اي كاينين. يلا مشات هنا شي ثلاثه الاباء عاده، يلا لقيتيهم مشاو جايين ساكن. علما انا كاين اللي جاو تصوروا باللبسه ديال السادس ديال السنه الاشهاديه ديالهم ومشاو البارح، حنا ما خبرنا والو. حنا جينا قلنا على الاقل اليوم غيكونوا سميتو، على يمكن حتى هما يعطيونا رزقنا اليوم ونشوف حال يدنا. فاذا بينا جينا لقينا الباب كلاوز، الباب مسدود، ترونسبورات خداو من عند شوفري، عيطوا لهم عطاونا حق الوراق وعطاونا ليكلي، خداو ليكلي. اليوم جينا لقينا الدنيا مصفرة. شحال تضرب معاهم هنا في المؤسسة؟ انا عندي 12 عام هنا في المدرسة. بالنسبة للوريقة لا سينيسيس اول ديكلاراسيون 8 سنين هذه، يعني تالا جاو حسبوا يقول لك لا يلا 8 سنين باش كنتي معانا، 8 سنين حنا معاهم في المدرسة. انا شادة جوج الاقسام، هنا اغلبية الاساتذة شادين جوج الاقسام، جوج اقسام جوج مستويات اللي شادين، يعني كتحضر جوج مستويات، كتقال جوج مستويات، كتبريباري امتحانات جوج امتحان، يعني كانت عندنا خدمة حتى لهن. من كورونا لهنا حنا شاد حنا مقجوجين. هذا العام اللي معنا الاساتذة ومن هما اللي داروا عمليات، ما كاينش التغطية الصحية، ما كايناش التغطية الصحية، ما كاين لا تعويضات. ملي كنهضروا ما عندكش الحق تهضر على سمية. من بعد تجي السيدة كاينة معنا اللي ولدت هنا ثلاثة ديال الأولاد وما كاينش التغطية الصحية. ملي كتبغي تمشي تولد ما كاين والو، والو كاين لا سيغون، لدرجة أن ما كاينش شوف صابرين على صابرين وخدامين، صابرين على قدام الوليدات، سيدة على قدام الوليدات. لا حتى لاخر سنة الآباء كيقولوا نقريو ولادهم. لا حاليا الاباء كلهم على اساس تصدموا، او هاد الاساتذة مالهم، حنا راه وليدات تبارك الله اللي معانا راه كاين اللي ماشي غاشدوا الباك، راه وليدات الاولين اللي خدموا في اللي قرا اللي شدناهم قراو، كاين اللي شدوا الباك فاتوا الباك، كاين اللي شد لا ليسونس ديالو، وكاين اللي تبارك الله هاد العام عنده الماستر، يعني راه ماشي يلا بدات هاد المؤتمر. تبارك الله قريتهم مزيان، علمتهم مزيان تبارك الله، اللي وصلوا تبارك الله. علاش ما بين ليلة ونهار ما تواصلتوش مع شي واحد هنا في المؤسسة؟ تمام يا دود تواصلنا، ملي ما كاينش اللي غيجاوبنا. السيدة من هذا العام من بداية العام اللي بدينا كنغوتوا على لاسينيس، لأن صافي وصل بينا أغلبية كنا دايرين عمليات، السيدة ما بقيناش شفناها، ما بقاش كتجي. وليدة أنا ما كتجاوبنيش. ملي وصل شهر 6 راه كاين اللي تخلص نهار 28، نهار 28 في شهر 5 اللي هي في شهر 6 اللي تخلصوا الناس شهر 5، يعني بالقطاعة. جاتكم شوف شويه خليش يدوروا معاكم شهر 6 تدوير، يعني شوف وكنا لا شوف راه حنا حقي ديالي خدمنا خدمتنا. شوف انا كل ما كنتش كنخدم يسمحوا في حقهم، انا كل ما درت امتحانات للدراري غيعطيهم نتائج. ملي عندكم نتائج انا خدمت، الا دخلتي القسم، الا دخلتي القسم ديالي اخر خدمه فيها تلقى نهار 25 في شهر 6 مكتوبه في السبوره، لا دات الاخر اللي اخر درس مكتوب، اخر درس تكتب الدراري اخر حصه نهار 25 شهر 6. اقسم بالله كنت حلول دابا الباب وطلعت القسم تلقى باقي التاريخ مكتوب في السبوره، باقي النص اللي كان مكتوب في الصبوره. تيجيو فينا مرة سدوها طرقوها، راه كتبنا وراقينا باقيين في الاقسام، طابلياتنا باقيين في الاقسام، راه ما دينا حتى حاجه. لان حنا ما معولينش على هذا الشيء. حنا قلنا كاين تعثر في الخلاص على اساس ان اليوم اخر نهار ديال التلاميذ غنتخلصوا نشوف حالاتنا. ملي تعطل علينا الخلاص ديال شهر 6 هضرنا معاهم قال لك الفلوس ما كايناش، السيده ما كتجاوبناش. جدنا مفوض قضائي على الله وعسى بنادم يتردع يفهم اننا راه واقفين على حقنا. شنو حنا راه رجال التعليم، عرفتي مع القانون غادي حقي حقك. بصح لو بزاف ديال الدول حقك. جا العون القضائي قالت لي ما كاينش فلوس، السيده قالت لي ما كاينش فلوس. الناس السيده دابا كون جيتي دابا السيده جات كتقول لك انا عطيت 108000 ريال نهار السبت اللي فات، عطات رزق ديالها قالت لك هذا خلص، انا الشهر اللي بقى لي هو خلص. يعني كيجيو الناس يخلصوا؟ الاباء كيخلصوا، ما كاينش اللي ما كيخلصش، راه ما كيسمحوش في حقهم هما، كلشي مخلص. وما يجيش شي حد يقول لي انا بالنسبه لي ما كاينش شي مدرسه بيدي تقول لي حق قاعد دي فايت، منين غيجي الفايت انت كتخلصي في الدراري. راه كل مستوى من المستويات ديالي خلصني انا ونخلص الاستاذ اللي معايا ديال اللغه العربيه.
يخلصني انا كاستاذ وخلص القسم الاخر يخلص شي فور وشي بخير. صح نشوفوا شي استاذ اخرى ممكن. مرحبا السلام عليكم يا بخير يا سعيد. شي فور اللي في المؤسسه كان نعرف معاهم سبع سنين اخويا. انا قلت لي السيده شي حوايج بصراحه صدماتني انا. اخويا اش غنقول لك الله يصوبوا صافي حنا صبرنا مع هاد الناس خدمنا معاهم دابا انا خدمت مده سبع سنين صبرت معاهم كنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. بالنسبه للاكيس هاد الناس ما مديكلاينش بينا درنا شكايه لصحاب لاكيس وجاو جاو مفتشين ديال لاسينيسيس اييه ديال لاسينيسيس مفتشين ديال لاسينيسيس جاو داروا هنا في المؤسسه بقسم بقسم ولا داروا على الناس كاملين خذوا لي كارت ديالهم عمروا لهم المحاضر ديالهم. المهم حنا باقي ما عرفناش الجواب شنو هو. المهم عمروا لنا المحاضر قال لك ودي راه ما غتضيعوش فهمتيني قال لك ما غتضيعوش. دابا كنتفاجئوا ما تخلصناش اخويا وما عطاوناش الكونجي ديالنا هاد الناس هادو ما كاينش اللي غيتحاور معنا اصلا. المهم المؤسسه ما كاينينش ما كيجيوش ما كيحضروش كنقولوا للاداره واش دويتي معاك ودير كنعيط لهم ما كيجاوبونيش ما بغاوش يجاوبوني. بالنسبه للترونسبورت ديالنا حنا كشوافر انا وهاد السيد هذا الترونسبورت كانوا مستفين هنا كانوا عندنا الوريقات صيفطوا لنا واحد السيد خدام عندهم في مدرسه اخرى حيتهم عندهم مدارس واحد خدام مسؤول معاهم جا عندنا جلس معنا قالنا الوريقات حنا بثلاثه حطينا ليه الوريقات حطينا ليه لي كونتاكت الغد الطوموبيل ما باتوش هنا. انتوما تسحبوا راسكم مع العطله حطيتوا لا ما فاش مع العطله ما فاش كيتزعزعوا ترونسبورت من هنا لا ما فيش حنا مسؤولين عليهم حنا مسؤولين عن ترونسبورت كيبقاو هنا ترونسبورات ما كيتحيدوش من هنا العام كامل سونزاري حتى كنجيو 25 في شهر 8 كنجيو كناخذوهم باش كنبداو نصلحو نقادو نوجدو غسل دير فهمتيني كنوجدو الموسم الجديد. الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين. كتفاجئوا بالترونسبورات ما كاينش واش بغاو يسدوا الله اللي عالي وعالم ما كاينش اللي غيعطيك راس الخيط نهائيا. حنا يسدوا ما يسدوا السوق وما هذاك حنا بغينا غير رزقنا. شي واحد مريض العائله ديالهم مبرصين معاه ولا شي حاجه. لا 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 هادشي ما كاينش اخويا لا 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 هادشي ما كاينش لا 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 هادشي ما كاينش هادشي ما كاينش نهائيا فهمتيني هادشي ما كاينش نهائيا ما عندوش علاقه فهمتيني. واش داو ترونسبورت يبيعوهم واش داوهم شي مدرسه اخرى ديالهم واش ناويين يسدوا الله اللي عالي وعالم خويا حنا ما عرفناش. وحنا دابا حنا دابا كنطالبوا بحاجه واحده وهي رزقنا ما يضيعوناش فهمتيني. مرحبا. لقطات كاينه لقطات ماشي ما كايناش باش ما كنبوش. شهرين تيحبس عام. سمعتي السيده اش قال لك يقدر يديكلاريك شهرين وتحبس عام وتحبس عام. فهمتي والله ما كايناش نهائيا حنا الناس مفتشين مني جاو راه سجلوا لنا كامل داكشي بنهار دخلتي المؤسسه وكيفاش وكذا. المهم سجلوا كل شيء صراحه تقال فهمتيني يعني داروا خدمتهم داروا المسائل ديالهم. حنا دابا جبنا عون قضائي عمر لنا دخل الاداره وعمر تصنت على ودنه وعمر عون قضائي وعمر لنا محضر ديالنا وعطاه لنا ومشينا عند مفتي الشغل. مفتي الشغل دار معنا اثنين ان شاء الله عطاه ودار معنا اثنين ان شاء الله مع الجوج نتلاقاو عنده شوف واش غيحضروا حتى هو ليه ولا ما غيحضروش ليه. ها؟ واش عرفوا انتم تقرا؟ الله يرحم الوالدين باش لا ما كانت حتى شي حاجه يعطينا الواجبات ديالنا وحنا ديك الساعه نلتجئوا للقضاء فهمتي ندفعوا للمحكمه ونحضروا رزقنا. الفلوس ما كايناش. كيفاش هاد؟ جبنا عن قضاء عيط خال قال لي هاد الناس درتي معاهم قالت لي فلوس ما كايناش. اش يعني هذا؟ العام كامل هما خدامين. واحد 300 تلميذ تقريبا اللي كاين. جابوا لنا حتى الاخر حتى شهر 6. اخر سن يعني احنا العام كامل خدامين اخر سن العام كله ما تيدخلوا في الفلوس. ملي كتهضر على خلص شهر 6 تيكون هو خلص 6 راه يخلص به داكشي اللي واخد. لا لا اسمع العام كله ما تيدخلوا في الفلوس. الفلوس فين تتمشي؟ 10 سنين 10 سنين وباقي لا ورقه لا كما قلتي ديك لا شهر ويقطعوا لك عام. ملي كتوصل عند الطبيب قالت لك كتحشم تقول لي انا ما عنديش لاصق. وفتح عليك فتح راه شوف راه دابا شوف من الاحسن تقولي انا خدام في الخياطه في كونفيكسيون احسن صراحه لان كتتلاقى عند طبيب تمشي انت وخياط تيقول هو عنده ورقه وانت ما عندكش. لا حول ولا قوه. شوف واحد الحاجه لا شي في التعليم الخصوصي خص شي مسطره اخرى من غير هاد المساطر اللي كاينين لان حقنا مهضوم حقنا مهضوم. الشهر اللي دخلتو به ما كاينش تسمي. اسميك ما كاينش عارف هذا الدوله ما كاينش اسميك ديال الدوله ما تياخذ. الله يخلي لك قلم السهل انا انا خويا انا كنطالب انا هنا باش كنطالب بالاجره ديالي بالاجره ديالي يعني سالا الشهر ديال السعه ما تخلصناش دائما كاين تاخير واليوم بالضبط انايا هنا باش ناخذ حقي يعني شهر 6 ديالنا والكونجي ديالنا يعني ما كاينش وما كاينش التواصل لا ما كاينش لا سينيسيس ما كاينش لا سينيسيس يعني ما كاين حتى شي حاجه. حنا دابا كنطالبوا غير بالاجره ديالنا
ما توصلناش بها وما كاينش التواصل، يعني اللي غتقول لك تسناي واحد المده اننا غنعطيك ولا هذه ولا، يعني ما كاينش التواصل. وحنا ما طلبناش منهم شي حاجه زياده اولا شي حاجه يعني فوق الحق ديالنا، ما طلبناهاش يعني، غير كنطلبوا غير الحق ديالنا فقط، هادشي اللي كنتمناو حنا دابا. يعني كما قالوا الاساتذه والاخوان، يعني بصراحه ظروف العمل اللي خاص يتمتع بها كل اطار تربوي في هذه المؤسسه ما كايناهاش بالمره. العمل لدرجه انه في بعض المرات وفترات ما كنلقاوش حتى الطباشير باش نكتبوا، الصبورات يعني لا علاقه، يعني هادشي كامل يعني هادشي كامل عانينا منه بزاف، يعني ظروف العمل ما كايناش، ما كايناش التغطيه الصحيه. انا هنا راه 6 سنين هذه ما عمرني ما استفدت من التغطيه الصحيه، وكل مره كتكون وعود كاذبه بانه راه غادي ديكلاريو بينا، جيبي فوتوكوبي دلاكارت، جيبي تصاور، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. دابا الان انا كنطالب انا والاطر التربويه كاملين والسائقين ديال الحافلات كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وكنتمناو انه نوصل هذاك الشيء اللي بدينا فيه من الاول، يعني ناخذوا حقنا، ما بغينا حتى شي حاجه. يعني تسنينا يعني بطريقه سلميه في البدايه اننا ناخذوا يعني تسناو يهضروا معنا كما قالت استاذه قبل، انه يهضروا معنا ويقولنا غير تسناو، انت غنعطيوكم غيحدوا معنا غير تاريخ امتى نتسناو، نصبروا ماشي مشكل، ولكن ما هضروش معنا. هذا الشيء علاش قررنا نلجؤوا للقضاء يعني ونمشيو بشكل قانوني. يعني حتى دابا بغينا الصالير ديالنا ديال شهر 6، بغينا التعويضات ديالنا، بغينا الكونجي ديالنا، هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم. لا ميم شوز، المشكل اللي عندنا كاملين هو خلاص 10/6 والكونجي ديالنا، وميم طو عندنا بروبليم في لاسينيسيس، ما كاينش ديكلاراسيون، ما كاينش لامور، ديكلاراسيون مره تتكون مره ما تتكونش، دابا راه صافي عام تقريبا عمرها ما كانت. التعامل التعامل ديالها مزيان، غنديروا غنفعلوا غنتركوا غنديروا غنديروا. اليوم حنا جينا ها اليوم كاين النتائج كاع تاع السادس، معولين غنلقاو المؤسسه دايره حوايجنا وادواتنا ديالنا وكتبتنا اللي خاصين بينا، حوايجنا ديالنا حنا خاصين بينا، باقي عندنا لداخل. جينا لقينا الباب مسدود، لقينا الترونسبورات ما كاينينش. كورونا باقي تنسالوا فلوسنا ما عطاهمش لينا. الدعمهم حنا ما عطاوناش فلوسنا، فلوس كورونا ما عطاهمش لينا، وعندنا مشاكل في لاسينيسيس. الاغلبيه الاستاذات داروا عمليات، منهم نيت انا كدات عمليه تاع المراره وما ما تغومبورسيتش فيها. شحال من دوسي كان عندنا دوسي فيرمي بالنسبه للاستاذه ديال الاستاذه اللي معانا، حتى هي عندها نفس المشاكل. حتى انا عندي مشاكل، انا فعلا انا هنا ولد جوج ديال الوليدات في هذه المؤسسه وما استفدتش من لاسينيسيس نهائيا نهائيا. لا ولدت في هذه المؤسسه، انا خدامه في الماتيرنيتي ديالي ما استفدتش منها. فيما كندخل عند المسؤولين كيقول لك اودي واخا كوني هانيه غنقادوا لك الامور كل شيء غيكون مزيان. منين كنمشي نولد في لا كلينيك كيطلع السيستم لانفيرميير او المسؤوله كتمشي تطلع لي زانفورماسيون في ديال لاكاس في البيسي، قالت لي راه ما كاين حتى شي حاجه، ما غتستافدي من والو، ما كاين والو. بعد لاكسيدون وقعت لي اكسيدون طرافاي هنا قدام هذا الباب، هنا جايه للخدمه، اكسيدون طرافاي وقعت لي قدام باب المؤسسه، تهرست فيها جوج، وقعوا لي جوج ديال لي فراكسيون، جوج تكريسيت، مشى الصاب، تهرسوا لي سنينات، وما كاينش 10 دريال ديال التعويض، ما خديتهاش. لا عاودي لي لاسيرونس، شوف مشيت للكلينيك، شوف مشيت للكلينيك، عمروا لي الوريقات، تقدوا لي مسائل، صافي جرينا كذا كذا، دفعي الوريقات ديال لاسيرونس، دفعنا الدوسي لاسيرونس، ومنين كنمشي نقلب على الدوسي كيقولوا لي ما كاينش. سميتها ما كايناش اصلا، راه انا مشيت معاها. السيد براسو هو مشى وقلب، هذا فعلا السيد هو اللي تكلف بالدوسي ومشى وقلب، وطلبت وقلت لي عفاك اخويا سير شوف لي ذاك الدوسي فين وصلني، مشى كيقولوا لي ما كايناش هاد السميه. كنعطيهم سميتها وكنيتها كيقولوا ما كاينش هاد السميه. النهار اللي وقع لها لاكسيدو جا راجلها اللي داها. راجلها اللي جات داها. ما مشيتش لومبيلونس لا والو، راجلي داها، كان الاستاذ اللي عيط. ما بغاش كتمشي في لومبيلونس. بعدها تصوب العداله صافي. والله العظيم. مرحبا. السلام عليكم، انا هنا التجأت للصحافة كنطالب بحقي، بغيت الخصة ديالي شهر 6 والكونجي ديالي. صافي واخا. المهم انا بغيت الخصة ديالي شهر 6 والكونجي ديالي شهر 7 والتغطية الصحية اللي من حقي كنطالب بها، حيت انا مرت هاد السنة وخلصتها كاش في الكلينيك، حتى واحد معاوني. واليوم احنا ما فهمنا ولا شنو الواقع. 15 عام. 15 او 16 عام. ها الخلاصه كتبان لك دابا، لا حقوق لا حتى حاجه، ما كاينش الاعتراف. ايوا نتمناو خير ان شاء الله، هادشي اللي كنتمناو.
وشكرا لكم. متشبعين قناة الصوت على سات تيفي والله العظيم شي هاد الناس هادو راه الله يحسن عوانهم. لا ناسيليسيس التغطية الصحية ما كايناش، السيدة دارتك السيدة ما كايناش، يعني بزاف الحوايج وقعوا في هاد المؤسسة هادي. ثاني غنبقاو ساكتين في هاد الشيء هذا ونشوفوا وليداتنا تيضيعوا، الناس تيقريوهم وواحد تيضيعهم. السلام عليكم. حنا جينا اليوم ان شاء الله باش نهضروا اننا يعني ما مخلصينش الشهر 6 ديالنا، ما مخلصينش الكونجي، زائد اننا لا سينيسيس ما كيديكلاريوش بينا، واخا كيديكلاريو ملي كدفع مثلا شي دواء هكا ما كيرجع لك والو. تتحشم بزاف الدوسي. وليتي كنحشم، ملي كتحشم تقول انك استاذ في شي بلاصه. لاننا الحمد لله حنا هنا كلشي الاستاذات كنجيو نقريو، ماشي كنجيو نلعبو ولا كنجيو. وفين ما كنبغيو نتخلصوا كيكون تاخير بزاف في الخلاص، وانا شهر 5 ما تخلصت فيه حتى لسبعه، 3 في شهر 7 شهر 5 عاد تخلصت فيه. وكان وعندي مرض مزمن والحمد لله، وحنا كنطالبوا بحقنا، حنا ما بغيناش شي حاجه، ما بغيناش اكثر من حقنا، بغينا غير حقنا. شكرا. بصراحه كما شبعتوا معنا مشبيه قناه الصوت على سات تيفي، هاد الناس هادو اللي مضرورين هنا بزاف على قبال هاد المشاكل هادي ديال هاد المؤسسه اللي تشوفوا قدامنا. بصراحه كوارث والله الا كوارث. اش غنقولوا لهاد الناس هادو؟ دخلنا عليكم بالله، اساسي اللي ما مخلصين ما والو، اساسي اللي ما مخلصين ما حتى شي حاجه. تعطيه الصحيه الناس يقريو وليداتنا، هادشي بصراحه تيدور في الخاطر. مشبيه قناه الصوت على سات تيفي، غادي نخليكم الى مباشر جديد، ونتمناو المؤسسه باش دير حق الرد ديالها، نتمناو من اصحاب المؤسسه باش يديروا حق الرد ديالهم، حيت يخول لهم القانون حق الرد. حنا راه هنا الاشاره، حنا راه هنا الاشاره، جريده الصوت العداله راه هنا الاشاره باش يديروا حق الرد، باش يشوفوا هاد الناس هادو اشنو خاصهم بالضبط.